الفل والهنا والسعاده والتفاؤل والحب. مساء كل حاجه حلوه عليكم. رجعت لكم تاني في حلقه جديده من برنامج عايشه بسعاده. النهارده معايا ضيف. ضيف النهارده مختلف عن كل الضيوف اللي كانوا معايا. ضيف النهارده ناقد رياضي واعلامي كبير. حبيب الملايين. عضو مجلس شعب سابق. استاذ بكليه الاعلام قسم صحافه. قدم عديد من البرامج التلفزيون. معانا النهارده الناقد الرياضي والاعلامي الكبير استاذ محمود معروف. شرفتيني ونورتيني في البرنامج النهارده برنامج عايشه بسعاده. واحب اشكرك لانك انت اول واحد قدمتني في برنامج بدون اهداف. وحضرتك انت برضو اللي شجعتني ان انا اعمل البرنامج. وده شرف ليا ان انت تكون معايا النهارده. ربنا يخليك ووفائك و... صراحه هو مهما اتكلم مش هقول مش هعرف اوفي حضرتك حق. انت اللي قلت كلام يعني بجد بشكرك عليه. لا لا بجد والله يا ربنا يخليك يا ست شيرين يعني. ربنا يخليك حضرتك. احنا عايزين اول حاجه نبتدي مع حضرتك بدايه الاعلامي والصحفي استاذ محمود معروف وازاي الصدفه لعبت دور معي. لا هي صدفه لعبت ادوار كتيره في حياتي يعني ولا يمكن مهما قلت على الصدف اللي مرت في حياتي مش هتكون زي الصدفه بتاعت الفنانه العظيمه الراحله ام كلثوم. رؤساء تحرير كبار وصحفيين مرموقين حاولوا يعملوا معها حوارات ما يعني لم يوفقوا. انا الصدفه وربنا اراد لي يعني مجد ان ابدا من صغري كده بمجد فعملت حوار كان بالصدفه البحته تماما. كنت لسه في بداياتي ورحت قدمت في معهد السينما فطبعا ما خدونيش. بياخدوا ولاد المخرجين ولاد الممثلين وبتاع. كنت فاكر نفسي ان انا مثلا حسين فهمي ولا نور الشريف يعني ولا عمر الشريف. فكان معايا واحد برضو مقدم معايا اسمه سيد شعبان. برضو ما قبلش ولكن بقينا اصحاب يعني طلعنا من الليله دي بقينا اصحاب. فهو كان طارق كان في معهد الكونسرفاتوار قسم اصوات وجه المخرج العظيم عبد الرحمن الخميس الله يرحمه اللي ماتوا طبعا اللي هو مكتشف سعاد حسني. جابها في حسن ونعيمه. فجه هيعمل اوبريت غنائيه اسمها مهر العروسه على مسرح الاوبرا. فعاوز وجه جديد ما يكونش مألوف قبل كده يكون مطرب وممثل ووجه جديد. فعملوا مسابقه واختبارات وفات على المعاهد الفنيه اللي في اكاديميه الفنون. فراح في معهد الكونسرفاتوار حضر بروفا قالوا له الولد ده عجبه قوي شكله حلو. بطل الاوبريت اسمه بعز واحد عبيط بيطلع عبيط القريه لكن في الاخر ما بيطلعش عبيط. فالمهم ايه خده اللي سقطوا في معهد السينما بقى بطل مهر العروسه مع شريفه ماهر وكان عن وصفي جميع مطرب وشريفه فاضل وشريفه ماهر ومجموعه الاصوات بتاع والناس مطربه ومطربات الاوبرا. فكان البطل. فكنت صاحبه او كنا بنروح كل يوم بروح معاه البروفا وبعد ما يخلص نروح بعد ما خلص نروح. ففي يوم البروفا بقى بيسموها البروفا جنرال البروفا الاخيره اللي قبل حفل الافتتاح مباشره الافتتاح الخميس. فبيعملوا البروفا جنرال دي يوم الاربعاء بالملابس بالمكياج بكل حاجه. فرحت معاه الصالة طبعا بتبقى مليانة قرايب اللي بيمثلوا بيغنوا في دي بقى يعني كلها دعوات. واحنا قاعدين كده في الصالة انا قاعد في الصالة لقينا البنوار الاول بنوار جنب المص على طول كل الناس بصوا كده ام كلثوم كله ساب قاعد على ام كلثوم كده لغاية ما خلصت العرض واتقفلت الستاره. فانا كنت دايما بروح ورا الستاره يلا بالصيد ونمشي. فبروح ورا الستاره لقيت كلهم واقفين على المسرح والفنانه ام كلثوم دخلت من الكواليس بتسلم عليهم. لغايه ما جت عند سيد شعبان ده بعزق انت رائع انت رائع يا بعزق اسمك ايه؟ قال لها اسمي سيد شعبان يا ست. قالت له انت صوتك انت هتبقى عبد الحليم حافظ يا سيد بس حافظ على صوتك. وتدخين لا ف يعني حقيقه شكرت فيه جامد ومشيت تسلم على الباقيين.
رحت جاري سيد سيد ده انا اخوك اخد منها كلمتين يا سيد. فراح بعد ما خلصت راح جاري يا ست ابوس ايدك ابوس رجلك يا ست ايه يا بعزق. قال له النبي محمود صاحبي واخوي اخد من حضرتك كلمتين يدخل ابو الله. قالت له خلاص يجي لي يوم الاربعاء الفيلا يجي لي البيت يوم الاربعاء الساعه 4. كنت طالب في الجامعه؟ لا ده كنت يعني كنت طالب في الجامعه. فطبعا انا مش مصدق من يوم الاربعاء كان للاربعاء اللي بعده. فقعدت بقى جت لي لوسه مش مصدق ورحت وفين بيتها ما اعرفش. هي طبعا بيتها كان فيلا في شارع ابو الفدا في الزمالك وتهدت وللاسف دلوقتي بقت برج وفوق خالص فندق ام كلثوم. فرحت والراجل عمي وهدان ده اللي اسمه ورداني ولا ايه راح فين يقعد مهم. فقلت له انا جاي قبل يلا لو كان ايه هيضربني ومشيني. فقلت له الست قالت لي تعالى يوم الاربعاء. راح مكلم صفيه سكرتيره ودخلت. قالت له دخله دخلت. ده حتى مش هنسى الموقف ده عمري. ما كانش فيه الاقلام الجافه دي والبتاع ولا الفلوماستر كان قلم حبر. فقابلتها طبعا وانا انا مش متخيل ام كلثوم اللي ما قابلهاش ده ملوك ما قابلهاش. والقلم الحبر خلص. صفية هاتي قلم من جوه ومعايا لغايه دلوقتي لسه محتفظ بيه. وعملت الحوار معاها ورحت سلمته لمدير التحرير. فخده دخل بيه الرئيس فرحان حوار مع ام كلثوم. فقال له مين ابن اللي عمل ده؟ قال له ده في ولد بيتمرن جديد اسمه محمود معروف. قال له بيتمرن وعمل حوار مع ام كلثوم. راح رميه في الزباله. مشوه ابن البرم ما يدخلش الجرنان. فجاء الراجل مدير التحرير قال لي يا ابني انت قابلت الست؟ قلت له قال لي قابلت ده رئيس تحرير شتمك وقال ابن اللي ابن اللي. قال لي ده انا قال ده انا اللي هو بقاله سنتين عايز ياخد ميعاد مش عارف. قال لي انا قابلتها. قلت له والمصحف قابلتها؟ قال لي ايه اللي يثبت؟ قلت له ايه اللي يثبت؟ ما كانش فيه لا موبايلات ولا كاميرات ولا. قلت له في التليفون تليفون السكرتيره 80 80 80 كانت ست ارقام. والتليفون الست 80 80 78. فطلب 78 ده مرفوع يعني ما السماعه محطوطه. راح طلب 80 80 80. قال له فيلة الست مش عارف ايه مين حضرتك انت مين؟ انا فلان في جريده كذا ومش عارف في. والنبي في صحفي شاب صغير جه قبل الست قالت له اسم محمد عارف. قال لها محمود معروف؟ قالت له ايوه الست محمود. والست كانت عماله تضحك عمال بيقول كلام عماله تضحك. يا ربنا يخليك ربنا. راح حط سماعه وجري على رئيس التحرير. شتمته ده وايه اللي طلع انه قابلها. قال له حصل كذا. راح خارج وبيس انا اللي ابن مش عارف ايه وانا اللي ابني. انا عارفه ان هو من زمان كان نفسه يعمل الحوار ده معاها. وراح موطي في صفحه الزباله جايب الموضوع. قال لي خد يا محمود معلش يا ابني واكتبه. واول مره اسم ينزل في جرنان في التاريخ في حوار مع ام كلثوم. في صدفه احسن من كده؟ لا طبعا لا طبعا. اقسم بالله لو ابويا مايكل جاكسون لو خالي محمد عبد الوهاب كان لا يمكن. لكن يا رب ربك لما يريد. يعني حضرتك برضو حصل حوار مع لاعب انجليزي لاعبين انجليز لما حضرتك جمعت ما بين الفن والرياضه. اجريت حوار مع لاعب انجليزي ستانلي ماتوس. ستانلي ماتوس ده كان احسن لاعب في انجلترا ده في العالم. ده جاي هنا في مباراه اعتزال رأفت عطيه لاعب الزمالك ولاعب انجليزي ستانلي ماتوس. سير لازم تقولي سير. السير يعني السيد. الملكة انجلترا ادت له لقب سير الملكة اليزابيث. سير ستانلي ماتيوس لما جه هنا ولعب مع النادي الزمالك في مباراة اعتزال رأفت عطية. فطبعا الله يرحمه المهندس محمد حسن حلمي رئيس نادي الزمالك في هذا الوقت هو من عندنا من قرية اسمها قرية ميت كنانة تبع مركز سوخ محافظة القلبية. بيني وبينها يعني بالظبط كيلو. وخاله من قرية مشطهر وانا طبعا مناسب من مشطهر. فهو يحبني قوي اصلا. وكنت برضه في بداياتي كده
وقلت له يا كابتن حلمي يعني الكورنان وكنت لسه تعينت برضو بتمرن. فخدني وقال لهم وقابل حتى السفير الانجليزي وقال له يعني من فضلك خليه يدي تصريح ده ابني وحاجات كده. فلا ده انت طب جبت الحاجات دي منين يا شيرين يعني بجد يعني ده الصدفه ربنا هو اللي طبعا بيعملها لي كلها. حضرتك انا عارفه ان انت كنت دايما بتسهر مع الفنان احمد زكي الله يرحمه استمرت 36 سنه. هو عاش احمد زكي 36 سنه؟ لا صدق احمد زكي من 36 سنه. من 36 سنه؟ انا بحسب 36 سنه. من 36 سنه. كنت بتطلعوا تتقابلوا في غرفه فوق السطوح؟ لا مش غرفه ده هو كان ساكن. كان ساكن. كان ساكن احمد الله يرحمه اوضه قدام مسجد الحمديه الشاذليه. انت عارفه الحمديه الشاذليه واخد جزء من نادي الزمالك، نادي الزمالك متبرع بجزء من ارضه للجماعه الحمديه الشاذليه عملوا مسجد قدام في المهندسين قدامه. أيوه. على طول العماره دي احمد زكي كان ساكن فوق. ايوه. واحمد كان صاحبي قوي قوي لان كان في مسرح البالون استعراض القاهره في الف عام. وكان جايبين مخرج الماني اسمه ايرفين لايستر هو اللي بيخرج العرض. وانا طبعا يعني انا بتكلم انجليزي وفرنساوي وروسي والماني، بتكلم الماني كويس قوي. فكان في الوقت ده بيجي الاستاذ حمدي غيث يلعب كوره في نادي الزمالك مع فرقه الفنانين الزملكاويه ونورد مرداش ومجموعه كبيره جدا جدا. فكنت بروح اتفرج على في مسرح البالون على البروفات استعراض القاهره في الف عام. كان بطوله مين؟ صفاء بالسعود ربنا يمتعها بصها. ولها اخت توأم اسمها وسام. وسام بالسعود. توأم يعني صفاء بيضه شقره كده ووسام سمره شويه. صفاء مليانه وصفاء رفيعه كده يعني ما عايزه كمادات لحمه يعني. كنت دايما اقول لها صفاء وسام حبيبتي وسام وصفاء طبعا. وكانت هاله فاخر وسعيد صالح ومحيي اسماعيل وسعيد ابو بكر وكل دول كان في استعراض القاهره في الف عام. مين اللي كانوا كومبارس في الاستعراض ده؟ كومبارس احمد زكي، يونس شلبي، احمد ماهر، صبر عبد المنعم، محمد صبحي. كل دول كانوا طلبه في معهد الفنون المسرحيه وجابوهم يشتغلوا كومبارس في استعراض القاهره في الف عام ويتمرنوا. فطبعا كنت انا بدات الراجل الالماني ما كنت بروح فكان والنبي محمود تعالى ترجم لنا والنبي محمود تعالى. فقعدت معاهم فتره طويله جدا طول الاستعراض حفظته حتى العرض. فمن هنا يمكن كانت علاقتي باحمد. كنا نخلص ونروح عنده في الاوضه اللي على السطوح الله يرحمه بقى في المهندسين. في مواقف معينه؟ لا حكايات حكايات وحكايات. يعني حضرتك برضو انا عارفه ان حضرتك محتفظ بكرافتات عبد الحليم حافظ. طبعا. حضرتك كنت عضو مجلس شعب؟ كنت عضو مجلس شعب وكنت رئيس لجنه الثقافه والاعلام المسرحيه في البرلمان. كرافتات عبد الحليم حافظ الله يرحمه، قلم ام كلثوم وكرافتتين عبد الحليم حافظ دول اغلى حاجه في حياتي. انا في ذكرى عبد الحليم حافظ، اولا عبد الحليم حافظ برضه ليا معاه وقعه غريبه جدا وكنت صغير جدا يعني. كان في سباح في النادي الاهلي اسمه مروان غزاوي، بطل سباحه، كان بطل عالمي وراح المنش عبر المنش وكان اسطوره. كان صاحبي قوي على طول. انا كنت بغطي اخبار النادي الاهلي فكنت دايما مروان مصاحبني هو اسكندراني تبع ايوه يعني. بس كان سباح في النادي الاهلي ومحرم الراغب بقى والجيل وشادية الراغب وسحر منصور الجيل العظيم بتاع السباحين. فجاء ابوه عم مختار غزاوي الله يرحمه بقى قال لي محمود هو اصلا مع ان مروان ده كان ضابط في الجيش المصري كانوا شوام من الشام اصلا يعني ازاي بقى مروان ضابط جيش يمكن من ايام الوحده مع سوريا ولا حاجه كده بس هو اصلا جذور لبنانيه. قال لي محمود عايزين نجوز اخوك مروان. قلت له ما تجوز وانا بشتغل خطبه. قال لي يعني نجيب مين يغني في الفرح؟ قلت له هات عبد الحليم حافظ بتريق. قال لي ايه منيح نجيب عبد الحليم تعرفه؟ قلت له صاحبي. وعبد الحليم حافظ لا اعرف ساكن فين ولا جاي منين ولا عن اي حاجه. قال لي نروح للبيت. قلت له تروح البيت فين؟ قال لي نعزمه يجي يغني ندفع مصاري ويجي يغني. قلت له غني. قال لي انت مش تعرفه؟ قلت له عارفه. حبيت ما اطلعش بقى يعني يا دي المصيبه السوداء. كان معايا صلاح درويش الله يرحمه رئيس القسم الفني في جريده الجمهوريه.
بنته البت الجميله صاحب دلوقتي رئيس القسم الفني في الجمهوريه زي ابوها، بس ابوها طبعا لا يعوض. قلت له صلاح انا متورط. قال لي ايه؟ قلت له حصل كذا كذا كذا، وتعرف عبد الحليم؟ قلت له اعرفه وانا ما اعرفش فين، وعاوزين يخلف الفرح. قال لي بص هو في شارع قرقوش في الزمالك، بهاء الدين قرقوش، عارف جنينه الاسماك؟ قلت له عارفها. قال لي جنبيها على طول العماره اللي على ناصيه شارع ما اعرفش ايه اللي جنب جنينه الاسماك. فخدت قلت له طيب، خدت مختار غزاه ابو مختار ابو مروان، ورحنا فين؟ فين بيت عبد الحليم؟ اهو طلع الدور السابع، ما زالت الشقه ما اتغيرتش. وتروح تطلعي الدور يا شيرين، الدور كله تلاقي المعجبين في يوم كاتبين على الجدار 30 مارس من كل سنه، يروح يجي 1000 يكتبوا على على الحيطان كلها وعلى الباب ذكرى مش عارف ايه. أيوة. من جميع دول العالم. فانا طلعت انا والعم مختار، وقابلنا شحاته ابو زيد ابن خاله عبد الحليم حافظ، ومتجوز فردوس بنت خاله عبد الحليم حافظ، يعني ست وست وست، ثلاث ستات اخوات، دي ام عبد الحليم ودي ام شحاته ابو زيد ودي ام فردوس. فردوس متجوز متجوزه شحاته، فهو ده مدير اعماله وكذا كذا. والمروان غزاوي قال طيب عبد الحليم دلوقتي عند الدكتور زاك سودان، وتعالوا يوم الاربعاء، مش عارف يوم الاربعاء ده معايا على طول، يوم جميل يعني. ورحنا قابلناه انا في ذهول، يا نهار اسود كذا. قال السباح العالمي ده الجر، وراح جايب الجرنان منشط مروان غزاوي يقهر المنشط. واتفقنا اخر فرح غنى فيه عبد الحليم حافظ الله يرحمه، اخر فرح في 76 فعلا، في 76، وانا واقف بقى مستنيه على الفندق الهيلتون، مستنيه في المدخل، والعريس والعروسه فوق، ما انا وهو جاي. اهلا وسهلا عبد الحليم، انا فلان وبتاع، اهلا وسهلا. وده سهير زكي نازله، قال لها رايحه فين؟ قالت له خلصت انا مرتي. قال لها خلصت حياه امك هترجعي. وراح مرجعها ورقصت قدام. ايام جميله طلعت فعلا حلو. فكان عبد الحليم سايب عربون مع شحاته ابو زيد، عربون للفرح. فجاء عبد الحليم جايب ظرف كده وهو ماشي، قال له انت شرفت مصر، شرفت العرب، ده انت بطل عالم. وراح اداله الظرف وفوق 1000 جنيه نقطه. شفت الصدفه برضه يعني هي دي بقى صدفه. فبدات بقى بمناسبه الكرافتات فبدات اهتم بعبد الحليم. كل ما تيجي مناسبه اعمل سواء في الاي ار تي، انا اشتغلت في 20 قناه، انا عارفه ان حضرتك عملت برامج كتير جدا. فتيجي ذكرى عبد الحليم، على فكره يعني في وقت من الاوقات زينب بنت اخته قالت ما حدش يدخل شقة عبد الحليم حافظ غير محمود معروف. والكلام ده يقوله يعني مصطفى الدمرين الشاعر، كان معايا يومها كان معايا. فالمهم ان انا بدات اعمل كل ذكرى 30 مارس من كل سنه، ذكرى وفاته هو مات 77، اعمل سهره كامله عن عبد الحليم من بيته، واجيب زينب. زينب طبعا عبد الحليم طبعا هو كان اسماعيل الله يرحمهم جميعا بقى، اسماعيل وعلي ومحمد وعلي وعلي، علي مات وهو صغير، ده اللي قالت للحاج عليا، وعبد الحليم. فطبعا يعني وقابلت الحاج عليا الله يرحمه، عملت معاه حوارات وقالت لي ان احنا اصلا جدودنا من منطقه العزيزيه في مكه المكرمه، عيله شبانه، ولذلك تلاقي شارع الشباينه ده في العزازيه وانت نازله من عند في المكه. أيوة. اللي هو بتاع هتلاقي نازله، عارفه شارع العزيه؟ انا العزيه منطقه العزيه في، قالت لي هناك شارع الشباينه، بيجوا كل سنه ويعملوا كل سنه حجه لعبد الحليم وحجه لاسماعيل وحجه لمحمد وحجه لعلي. فالمهم بقيت قريب منهم قوي قوي قوي. الحاج عليا متجوزه عبد القادر الشناوي اخو كمال الشناوي. ايوه متجوزه عبد الله يرحم الجميع. هي طبعا الحاجه عليا ماتت، لكن زينب وخلفوا زينب. وعايز اقول لك على حاجه، الحاجه عليا قالت لي الله يرحمها وقدام بنتها وقدام العيله، قالت لي عبد الحليم اخويا مهكت امه واخته وكل وحبيبته كل حاجه. ليه؟ لان امه اسمها بهان عماشه، ام عبد الحليم، لما ولدته ماتت بعد ولدته ايوه ماتت، ف تشاؤمه
في قرية الحلوات في الشرقية. الشرقية. فقالوا لا خلوا واحدة من أهل القرية كده قالت بقول لكم إيه خلوا يرضع من أمه الميت عشان يموت معاه. جريت عليا كان عندها 5 سنين. يا حض أخويا لا لا بقى أخويا عيشة. وخدت أخوها وخمس سنين وبتجري بيه في الشارع قابلتها واحدة اسمها أم محمد وخدتها يا بنت يا علي تعال عاوزيني موت. خدته ورضعته كان مخلفة ورضعته وعندها معزة كده بدأت ترضعه. ولذلك علي كانت بتحبه جدا. تحب مين بقول لك هو ابنها هو أخوها هو حبيبها هو كل حياتها. ده هي ده من والله اقسم بربي ده من ده مش ده مش قالت لي اللي بينه وبينها ده قدام زينب بنتها قدام محمد ابن كامل الشناوي ما خلف اتجوز زينب بنت عبد القادر الشناوي اتجوزت محمد ابن كامل الشناوي ابن عمها وخلفوا 3 عبد الحليم وعبد الله ونور الاسلام. نور الاسلام ده لسه عارف امبارح انه راح امريكا وما رجعش هو مطرب وصوته جميل. قلت له شيل الاسلام خليها نور بس يبقى اسم كده خفيف زي عبد الحليم مثلا. فالمهم فمن كده فجت الحاجه زينب دي بنت اختها بنت يبقى خالها عبد الحليم قاعده في شقته على فكره هو شقتين قصاد بعض كده في شارع بهاء الدين قرقوش. وهحكي لك حكايه قرقوش دي وانا في البرلمان جبت رئيس الوزراء قلت له ازاي يبقى عبد الحليم حافظ ساكن في الشارع ده 16 سنه واسمه بهاء الدين قرقوش. ده قرقوش ده وحش قوي ده قرقوش ده إيه؟ انت حكم قرقوش يعني راجل شرير راجل. طب ما تسميه عبد الحليم حافظ. فجم في المجلس الشعب وعاملين وجا رئيس الوزراء وجا وزير التنميه المحليه اللي هو مسؤول عن المحافظين ومحافظ القاهره مش هقول اسمه وانبرى وقال بقول له يا اخي طب ما تشيل بهاء الدين قرقوش وسميه عبد الحليم حافظ. قال إن بهاء الدين قرقوش رجل وطني هو الذي بنى سور مجرى العيون وهو الذي بنى القلعة. قلت له لا أقف في البرلمان قدام النواب قلت له بس يا أخوي يا أخويا قرقوش هو اللي بنى القلعة. قال يعني درسوا لنا في المدارس وفي الجامعة ناس لا مؤاخذة ما بيفهموش لأننا نعرف قلعة صلاح الدين الأيوبي مش كده اللي بناها صلاح الدين الأيوبي. بقول لك ايه ولما هو يهمك قوي كده بهاء الدين قرقوش بتدافع عنه طب ما تسمي ده شارع عبد الحليم حافظ وسمي ميدان القلعه ميدان قرقوش. راحوا مسقفين لكل النواب اللي في البرلمان ولغايه دلوقتي وبناشد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وعلى فكره الدكتور مصطفى مدبولي طبعا حبيبي وصديقي الغالي كان بيلعب هاندبول في نادي الزمالك وجاب نادي الزمالك 4 بطولات صح يا سياده الرئيس مش كده؟ فبناشدك ان نسمي الشارع عبد الحليم حافظ وقرقوش اعمله ميدان القلعه ده بدل ما اسمه ميدان القلعه اسميه ميدان قرقوش اذا كان المحافظ الاسبق مصمم ان هو اللي بنى قلعه مين يا راجل. والله العظيم في ناس اقسم بالله حرام ان يتبوأوا هذه المراكز. المهم الحاجه زينب برجع تلك كرفتتين قالت لي انا مش عارف طبعا بدل خالها كلهم في الدولاب ده البدله اللي مثل بيها فيلم ابي فوق الشجره ده فيلم مش عارف ايه جميع البدل والكرافتات وريتهم لي واحده واحده وصورت بيهم في البرنامج وبعدين قالت لي دول الكرافتتين دول هديه مني نيابه عن خالي. الكرافتتين دول قالت لي على فكره دول اغلى كرافتتين عند خالي. ليه؟ لان اقرب واحد له كان بيعشقه بينهم حب جامد جدا الملك الحسن الثاني. هي دي كرافتتين معانا بقى حبيبة. الملك الحسن الثاني ملك المغرب هو اللي ادى كرافتتين دول لخالي عبد الحليم حافظ. وما فيش اغلى منك انت تسال كرافتتين دول مش كده حاجه زينب. انت ست جميله يا ام عبد الحليم وعبد الله ونور الاسلام. معانا بقى مداخله تليفونيه من حبيبك عايزينك تقول الو كده. مين هاني شاكر ولا مين؟ لا طيب مين؟ قول الو. الو يعني انت غنى ولا رياضه؟ طيب مين الصوت الوحش ده؟ قول بقى مين ده؟ غنى ولا رياضه؟ والله ولا رياضه ولا غنى وربنا ولا دي ولا دي. خلاص مين بقى عرفت مين ده؟ ها؟ وصلت للملك الحسن. مين ده؟ قول طيب. لا ما قول انت الصوت مين؟ دكتور اسماعيل سليم. مش ممكن يا نهار ابيض يا نهار يا دكتور يا حبيب يا دكتور ده اخو ده عمري ده مش
ده عمري. وحشني وحشني يا دكتور. الزملكاويه كده صوتك وحشني والله العظيم يا دكتور اسماعيل، ده احلى مفاجاه منك والله العظيم. طب لازم زملكاويه بقى، احنا كلنا زملكاويه يا دكتور. يا رب اكون بقول كلام كويس يا دكتور. يا دكتور ايوه حبيبي، كان معانا على فكره الاعداد جوه بيقول لكم احنا كلنا هنا اهلاويين. كان معانا كان معانا صحفي باللبنان، كان معانا زملكاوي بألف اهلاوي. يلا طبعا طبعا طبعا. كان معانا صحفي. بقول لك ايه، بقول لك ايه، انت معاكي كنز، معاكي موسوعة إعلامية. أنا بقول له رياضية أو فنية أو سياسية، ده مؤرخ. ما أنا لسه بقول لك معاكي ده مؤرخ. يا رب يخليك يا دكتور لسه اسماعيل. بقول يا دكتور لسه جاب إيه؟ لسه جاب الملك الحسن، وبعدين عاوز يقول له بقى إيه، كان في عبد الحليم حافظ ما راحش مدة طويلة المغرب، وكان في وشاية وبعدين راح، والملك الحسن اداله احلى بدله عنده واداله حاجات كتيره، وبقى عبد الحليم حافظ هناك حاجه كبيره. ومعي بعت الطياره بتاعته الخاصه، خدته من القاهره لباريس، قعد في باريس، قالوا لا علاجك في لندن بالطياره بتاع الملك الحسن، ودته لندن. وبعد ما توفى هناك طياره الملك الحسن الله يرحمهم الاثنين هي اللي رجعته الدفن في مصر. دي برضو من الحاجات دي. هي دي مصر يا فعلا. هي دي مصر. ايه يا دكتور المفاجأة الجميلة دي يا دكتور؟ انا لسه بقوله يا دكتور. بص، مصر ام كلثوم، عبد الحليم حافظ، عبد الوهاب، نجيب محفوظ، محمود معروف، اسماعيل سليم. انا لسه بقول له يا دكتور انا مش عارفه اقدم حضرتك، يعني حضرتك ده كابتن لو قعدت اتكلم كابتن مصر في نادي الزمالك وكره نادي الزمالك في كره السله 15 سنه، وعيله ايه كل اللي فيها رجاله وستات بيلعبوا باسكت ولعبوا باسكت، كل الرجال لعبوا في نادي الزمالك والستات لعبوا في الشرقيه، الستات لعبوا في الشرقيه، عمل لهم نادي خاص كده بعيله اسماعيل. على فكره ما انت بلدات عبد الحليم صحيح الله يرحمه. الله يرحمه. امال ايه، وحشني يا دكتور والله العظيم قوي 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 قوي. انا بقول لها استفادي بقى من ابو حوده، لحقت الدكتور مصطفى مدبول وهو بيلعب في نادي الزمالك هاندبول. كان قبلينا معانا ايام ما كنا بالظبط معاكم مع الجيل بتاعكم. يعني احنا كنا الجيل اللي قبل منه. انتوا قبل منه صحيح. لا حصلنا يعني هو جه مع حسين لبيب بقى، مع المجموعه الثانيه اللي دي وراكم. هتلاقيه مجموعه اللي مع حسن صقر واللي بعد حسن صقر. ايوه صحيح. وحسين لبيب وده كتير بقى نفتكر مين ولا مين. انت فاكر الكابتن حنفي نصار الله يرحمه؟ لا موجود كابتن حنفي نصار. حنفي نصار مش حنفي بسطان، حنفي نصار هاندبول. الله حنفي نصار كان مدرب رئيس الوزراء. ايوه كان هو مدرب. والدكتور كمال درويش، دكتور أيوة كمال درويش اللي مرانه كمان. بعديه حنفي جه الدكتور كمال درويش بالظبط كده. انا بقول لك انت تاريخ وانت الموسوعه. الله يخليك يا دكتور الله يخليك. وفي كل الالعاب وقلمك الجميل والكلمات الحلوه اللي بتطلع منك يا رب بتعبر عن مصر وبتعبر عن كل حاجه. الله يخليك يا دكتور. انا عارف ان في جواك حاجات كتيره جدا. الله يخليك يا دكتور. بس الظروف مش مساعده. ان شاء الله يا دكتور الدنيا ترجع زي الاول ان شاء الله. انا بشكرك والله يا دكتور اسماعيل، وبشكرك يا شيرين على يعني جبت اعز الناس واغلى الناس. انت عارف عارف يا دكتور ان هو اكتر واحد شجعني على البرنامج. ما طبعا بجد بقول لك موسوعه استفادي منه. ربنا يخليك يا دكتور. وانا اعتز والله. موسوعه فعلا كل حاجه. ربنا يخليك. يعني ده تاريخ في كل حاجه فعلا. يعني يا دكتور من وقت ما اتولد لغايه النهارده ربنا يديله العمر كمان يا رب. خد المرحله دي كلها ترخيها في اي حاجه. فعلا ربنا يخليك يا دكتور. في السياسه، في الرياضه، في الرسم، في النحت، في كل حاجه. انا لسه بقول هو مش عارف هو
حاجات كتير قوي يعني. الزمالك يعني. الله يخليك يا دكتور. لا والله ده انا سعيد جدا جدا. ربنا يخليك وسلامنا لآل اسماعيل كلهم. احنا سعداء بمداخلتك برضه يا دكتور. انا معروف واللي عندك ربنا يبارك لك. سليم آل سليم العظماء الله يخليك. ان شاء الله يجمعنا على خير يا ابو حنان. يا رب ربنا يخليك يا كابتن ربنا يخليك. احنا سعداء بمكالمتك يا دكتور اسماعيل. الله يخليك يا دكتور اسماعيل. انا اسعد والله انا اسعد. الله يخليك. السلامة حبيبي. شكرا يا دكتور. الف سلامة يا دكتور. مع الف سلامة. مع السلامة. دكتور إيه اسماعيل انت عملت لي مفاجاه جميله قوي 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 دكتور اسماعيل. بكري سليم بقى اخوه بقى, يعني هو الكل في الكل في نادي المقصه. ايوه. فرجل مدير العلاقات العامه والانشطه ويعني هو الرجل اللي هو محمد عبد السلام بيعتمد عليه دراعه اليمين يعني فعلا. عائله يعني عائله رياضيه اصيله فعلا يعني فعلا ودن اصول فعلا صحيح. وانهي اصول يعني فعلا. احنا هناخد فاصل ونرجع لكم تاني مع الضيف استاذ محمود معروف اللي شرفنا البرنامج. ربنا يخليك. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع الناقد الرياضي والاعلامي الكبير حبيب الملايين استاذ محمود معروف ومعانا جنه هيثم. هنكمل بقى موضوع الكرافتات وهينزلوا لنا بصوره الكرافتات الشباب. ما هم الحقيقه الكرافتتين دول حضرتك لسه محتفظ بيهم لحد دلوقتي لوحديهم في خزنه لوحديهم والله العظيم يعني مش حاططهم حتى كده. لا ده لازم اشوفهم بقى. ماشي. لازم اشوفهم كده. لا ده دول اغلى هديه يمكن جات لي في حياتي بجد. طبعا هي وقلم الست العظيمه ام كلثوم. انا عارفه ان انت محتفظ بالقلم والكرافتتين. لا دول القلم والكرافتتين. هو كان واخدهم برضو هديه من الملك الحسن. الملك الحسن اداهم له كان بيحبه قوي قوي. عارفه انه كان بيحبه. ايوه جدا جدا جدا. طبعا يعني هو بصراحه صوت ما يتعوضش بصراحه فعلا عن دليل. لا 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 حتى لا لا مهما لا لا هو لا. والسيده ام كلثوم بصراحه كوكب الشرق بصراحه حاجه جميله. مصر الزمن ده مصر عملوا يعني اسماء فضلت خالده في التاريخ. أيوة وهتفضل خالده مدى الحياه فعلا زي ما قال دكتور اسماعيل كده. مجموعه فعلا ما بيتنسوش. يلا يعني يا شباب جهزوا لنا الصور. الموسيقار محمد عبد الوهاب. كرافتات عبد الحليم اهيت. الكرافتتين جنب بتوعي بعض. بتوعي كرافتتين بتوعي بتوعي يا بنتي يا هشام يكن. طبعا اول مره اعرف انها جنه بنت جنه ونار طبعا يعني انت جنه وبنت الاعلاميه. انت جنه وابوكي نار. وبنت الاعلاميه سحر شعراوي. وبنت سحر شعراوي طبعا. هشام يكن ده طبعا من 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 ايه مش عايز اعجز نفسي يعني فعلا من اول ناس اللي كتبت عنه. ايوه فعلا. وكان سنه 90 منتخب مصر راح كاس العالم. احنا رحنا كاس العالم بعد 56 سنه شين. اول مره رحنا كاس العالم كانت 1934 كانت في ايطاليا. ايوه. وبعد 56 سنه رحنا كاس العالم مره تاني سنه 90 وكانت برضو في ايطاليا. كلام ده 90. سنه 88 هولندا خدت كاس امم اوروبا بطله اوروبا وكان فيها ماركو فان باستن اسطوره رود خوليت مجموعه اساطير. فلما رحنا كاس العالم سنه 90 طلعت في التلفزيون وكان برنامج كان فيه حاضر التصوير الاستاذ صفوت شريف ربنا يمتعه بالصحه الراجل العظيم اللي عمل مدينه الانتاج الاعلامي. فهو قاعد في الاستوديو قلت له مش عارفه فعلا لسه المعلومه دي تعرفها وانا جايه مع فهو جيت قلت طلعت في التلفزيون بقى كان بيعملوا بقى يعني حاجه جديده بيجربوها. فكان حاضر الاستاذ صفوت شريف في الاستوديو فكان على الهواء. قلت لهم هشام ياكن هيمسك ماركو فان باستن احسن لعيب في العالم اللي جاب له هولندا كاس اوروبا التم صفوت بيه الله يديله الصحه. دي مش عارفه الحاجات اللي بيحكيها من بابي. لا بصراحه ما حكيتيش. ما اعرفهاش بس هعرفها. وراح هشام ياكن كاس العالم ومسك ماركو فان باستن اخطر لاعب في العالم. ما احنا عملنا ماتش العمر اتعادلنا مع هولندا في ماتش في افتتاح المجموعه. احنا اتعادلنا مع هولندا 1-1 فكان شيء حدث عالمي. ده بطلة اوروبا
بطلة أوروبا هولندا وبنتعادل معاها 1-1. فمين بقى مين اللي ماسك ماركو فان باستن؟ هشام ياكل اللي أنا كنت بقول عليه من 3 أشهر ألطب. فأبوك ده أبوك غالي عليا، وطبعا وعمك أيمن يونس ما هو ابن عمه مش كده ولا إيه؟ وجدك طبعا أحسن منهم كلهم. شفنا الصور يا شباب. جدك كابتن يكن حسين زكي ملك التغطية، أحسن ظهير أيمن في تاريخ مصر. أوه كابتن يشه. منتخب 90 جابها لك تامر. الأعداد جاب لك منتخب 90 كابتن هشام ياكل. يا سلام عليك يا تامر والله العظيم. محمد بنحيي بقى محمد فؤاد. محمد فؤاد. محمد فؤاد الأعداد. هو المطرب. محمد فؤاد المطرب. محمد فؤاد صاحبي. برافو يا محمد والله برافو عليك. الفرقة دي اللي اتعادلت مع هولندا، الفرقة المكسحة دي هشام ياكل لا بلاش نقول بلاش. فكانت حاجة تفرح. بيقول لك كانوا الأعداد هو بيقول لك كانوا بيمشوا بالكورة ويجروا ورا الكوره في اي حته كلهم. كان حدث اتحادل مع هولندا بطله اوروبا. او ايه تامر بيقول لك والكابتن الجوهري. يا سلام. الله يرحمك يا جوهري. الله يرحمك. الله يرحمك يا جوهري. يعني كان على طول الكابتن جوهري يختار الفرقه. شكرا يا شباب يعني الصوره الجميله دي. بختار محمود معروف. كابتن جوهري اختار الفرقه المنتخب واخد محمود معروف الصحفي. ولذلك لما الدكتور احمد المقدم عزم منتخب مصر عشان نعمل لنا معسكر قبل كاس العالم في انجلترا، قال محمود معرف يجي معانا. اضحكك بقى، رحنا نلعب منتخب مصر، رحنا نلعب فيه مع منتخب اسكتلندا قبل كاس العالم بشهر. نلعب في مدينه ابردين في اسكتلندا. فطبعا واحنا كنا كسبانين 2-0 في المباراه في ابردين، منتخب مصر بيلعب منتخب اسكتلندا. فجاه التليفون رن. كان في حاجه طالعه جديده اسمها الموبايل، اول مره في حياتي نسمع عن الموبايل. كان في التسعينات كده. لا احنا داخل مصر 98. في نص التسعينات. احنا الكلام ده كان في مايو سنه 90 ولا سمعنا صورة عن صوره كابتن الجوهري. ما سمعناش عن الموبايل ده سنه 90. فكان الدكتور احمد المقدم مع حاجه كده بحسبه ايه لاسلكي بيكلم. الو قال لي خد يا محمود خليه معاك. قلت له خليه مع ايه ده؟ قال لي موبايل. قلت له يعني موبايل؟ قال لي يعني تليفون. قلت له تليفون يعني موبايل؟ قال لي قلت له يعني ده بيتكلم. كان حاجه جديده طيب. ده بيتكلم اكلم مصر؟ قال لي اكلم. قلت له ايه؟ قال لي اطلب 00202 اطلب النمره. بطلب الو يا مروه. مروه بنتي. يا بابا بتاع الله. مفيش سلوك مفيش حاجه. في 5 مايو 5/95 واحنا قاعدين. نزل لنا طب الصور كده بقى. طب بس الدكتور احمد المقدم لسه الحته دي والنبي مهمه قوي. الدكتور احمد المقدم صاحب الموبايل قاعد تحت مع الكابتن جوهري واللعيبه الاحتياطي على الدكه. فالتليفون رن. قلت له يا دكتور المساء البايل ده اللي انت بتقول عليه بيرن. قال لي رد. قلت له رد على ايه؟ قال لي دوس على الزر الاخضر. قلت له اخضر ايه؟ فلقيت الو يا دكتور احمد. قلت له مش دكتور احمد. قال لي انت مين؟ قلت له انت اللي مين؟ قال لي انا سفير مصر في انجلترا. فقلت له اهلا يا سياده سفير. اهلا وسهلا محمد شاكر. فقال لي سياده الرئيس حسني مبارك هنا في لندن وعايز يعرف الماتش مصر عامل ايه مع اسكتلندا. قلت له يا فندم كسبانين 2-0. فقال له يا فندم 2-0. فقال لي يا معروف يعني الماتش كويس. قلت له سياده السفير. قال لي انا مش سياده السفير، انا حسني مبارك يا معروف. قلت له من اسد الرئيس. دي كانت اول مره اتكلم الرئيس. اول مره اكلمه واول مره اتكلم في موبايل. قلت له سياده اسماعيل سلي اسماعيل يوسف جاب الجون الثالث. هل صوره حضرتك مع الرئيس حسني مبارك. ده حبيبي ده الله يرحمه. هو وزوجته الله يرحمه احسن اليه. لا ده انا ليه حكايات والله العظيم مع الرئيس حسني مبارك ومع الرسيسي برضه. طيب عايزين نعرف الصوره اللي مع ورده. دي ورده جزائريه بقى. بصي عامله لي ازاي؟ عاملاني انجاجيه. اللي عاملاني انجاجيه اهي وربنا مش انا اللي عامل. قالت لي يا محمود قول لهم انا اتجوزت ورده. قلت لها وانا طول ده. وقالت لي يا محمود عايزك تعمل لي مسلسل قصه حياتي. عملتها كتاب ودورت كان في منتج اللي انتج الملك فاروق وانتج اسمهان وليلى مراد اسماعيل كتكوت مات الله يرحمه.
وهاني شاكر معانا. وهاني شاكر طبعا، ده هاني ده حبيب عمري ده. اه انا عارفه ده حبيب عمري، ما تطلبوا لنا هاني والنبي اطلب لنا هاني، مش نمرته معاه. نور الشريف الفنان نور الشريف، ونور الله يرحمه نور الشريف محمد جابر عبد الله. أيوة. محمد جابر عبد الله ده من السيده زينب، من شارع السد في السيده زينب. يا اللي بعده الفنانه فايزه احمد، دي قضيت احلى اخر خمس سنين من عمرها في بيتها، احلى سنين عمري. ومحمود ياسين برضو، ومحمود ياسين كان معانا يومها في عندها في البيت، وده الله يديله الصحه. محمد سلطان عايش بوده دايما، جوزها الله يديله الصحه يعني. وهروح له الاسبوع ده ان شاء الله ازوره. دي صوره فريد شوقي تقريبا، فريد شوقي الملك الكينج ده، ده الاهلاوي ده ايه اكبر اهلاوي. مش انت يا بنت شاميه كان؟ لا ده هي شاميه، انت زملكاويه. لا انا اهلاويه على فكره. لا والنبي. اه والله خلي بالك ان عيلتك كلها اهلاويه وربنا. وسحر اهلاويه. اه امها اهلاويه. سحر اهلاويه. ماشي يا ابني ماشي يا ابني يا كان ماشي ماشي. صلاح ذو الفقار الله يرحمه، يا كان هو زملكاوي حضرتك. جميل جميل استاذ الفقار. اه ده انت جبت بقى تاريخي كله. التاريخ ده محتفظه من زمان، بتجيب من ورايا الحاجات منين؟ ده عمر الشريف. عمر الشريف ده كنت صغير قوي، وكان جه مصر بعد غيبه طويله، لما راح امريكا وجه وقال عمر الشريف جه المطار، رحت قابلته، والصحفي الوحيد اللي قابل عمر الشريف. أيوة. كان في ألف من كل وكالات الأنباء وجرايد والمجلات الدنيا، قال لهم هاتوا الصغير ده، رحت قابلته. دي عمر شريف يوم ما لا لا ده سميرة سعيد، أنا عارفة أن أنت أول واحد عرفتها سميرة سعيد. نفس يا الصورة اللي احنا نزلناها ديت يا سميرة يا سعيد، أقول لك إيه منك لله. الله يرحمك يا فايزة أحمد، قالت لي محمود تعالى عندي لك مفاجأة تجنن. كان في بيت فايزة أحمد، مفاجأة جنن، هات محمد سعيد. محمد سعيد كان صحفي صديق لينا، مصطفى الدمراني ومحمد صحفيين، ومجدي نجيب الشاعر وهو صحفي برضو. عندي لكم مفاجأة جنن. رحت بيت فايزة أحمد لقيت كنبة كده في الوش، قالت لي فريدة بن سعيد وأختها سميرة بن سعيد. فريدة أكبر من سميرة، هم 11 أخ وأخت على فكرة. وفي هذا اليوم اتعرفت على سميرة بن سعيد وساعدناها جميعا، بالذات طبعا الله يرحمها فايزة، وأنا والأستاذ فهمي عمر ربنا يمتعه بالصحة، وخليته اعتمدها كمطربة، وخدنا أغنيتين كانوا عفاف راضي، واحدة عملتها نبيلة أنديل مرات علي إسماعيل، واحدة عملها محمد حمزة الله يرحمه، خدتهم الاثنين كانوا عفاف راضي. معلش عفاف كل ما تقابل تقول لي كده محمود، معلش عفاف سماح، وغنت بيهم. وبعد كده اما بقت نجمه كبيره مش تسال في حد، صح يا سميره؟ الحديث شيق جدا مع حضرتك. وقلت لها وجت طبعا عند البلد، جت عند البلد خمس مرات، كان هي مجموعه فنانين كبار، وما قلت لها تعالى يا سميره. فرح بنتي راحت بعت لي هديه مع السواق، قالت لي عشان شادي عيان شادي ابنها، قلت له الف سلامه، قلت لها شكرا ما بناخدش هديه من حد. صح يا سميره؟ الحديث شيق جدا مع حضرتك، وشرفت بالنسبه لي. انا بس كنت عايز اقول على يعني على موقف بتاع ازمه كورونا دي. مواطنه من يعني اسمها ايه، منى سعيد ابو عبده، كنت محتاس بناس جات لهم كورونا وما عرفهاش وما تعرفنيش، وسمعت وعرفت قد ايه الست دي والله العظيم تستاهل كل خير. خدتهم ودتهم مستشفى، عملت لهم وجابت لهم ادويه على حساب. نشكرها فعلا. لا في ناس في مصر ناس جميله والله العظيم. وللاسف كابتن محمود وقتنا يا اهلاويه يا بنت ابوك اهلاوي، ابوك كان اهلاوي. شرفتني ومنورتني في برنامج عايشه بسعاده، وهتوعدنا بزياره تاني في البرنامج ان شاء الله. بتبقى مش ضيف حضرتك، لا حضرتك مش ضيف. الاهلاويه بنت الزملكاوي بنت الاهلاويه. حضرتك مش ضيف، حضرتك انت مقدم معانا خلاص. لا انا عقيد مش مقدم. ده شرف ليا، والله شرف ليا انا كمان، وبتشجيعك ليا حضرتك. على ابوكي والله شرفتنا والله، نورتنا. واقرا الفاتحه لجدك ربنا يخليك، وعايزك تبقى ابوكي جدع. هو صحيح كان بيلطش كتير في الناس، لكن راجل وربنا يبارك لك فيه وفي امك وفي عيلتك كلها. انت شكرا، انتظرونا الحلقه الجايه مع ضيف جديد حلقة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.